حضراتكم مرة تانية، وبجد مستمتع جدا جدا بوجود عايدي ويحيى، عمالين حتى بره الهواء بنتكلم مع بعض كلام في منتهى الجمال. والله متشرف بوجودكم معايا النهاردة. احنا اكتر والله العظيم. نروح للحالات، يلا بينا. يلا بينا. طيب احنا بنتكلم على الهدف الاول اللي احنا استقبلناه. تمام. هنا الدايرة على تريزيجيه. احنا بنلعب 4-2-3-1. المفروض هنا الجناح، ودي الحاجة اللي اتكلم فيها يحيى، كان يرجع يقفل مع الباك محمد حمدي. اللي حصل هنا ايه في الحاله اللي بعدها؟ ايوه، ان محمد حمدي حمدي فتحي راح لمحمد حمدي عشان يقفل معاه، لان تريزيجيه ما رجعش. ايوه، وبالتالي انا بقى عندي مساحه هنا. الكره اللي بعديها اترفعت هنا، عايزين نقف هنا بقى محمد عبد المنعم وحجازي. انا عندي لوم لمحمد عبد المنعم. الكره بتترفع بالشكل ده، انا مش هبقى بص على الكوره، انا عايز ابص على المان بتاعي، على الواد اللي جوه. انا هنا عندي حجازي ومنعم الاثنين، بص المسافه بينهم وبين المهاجم عامله ازاي. ولو رجعت اللقطتين اللي فاتوا، مش باصص على المهاجم. بالظبط، هو عينه مع الكوره مش مع المهاجم، كلهم عينهم على الكوره. طب دي النقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها يحيى، انت وعيدي في بدايه الكلام، ان احنا استسهلنا الماتش المنافس. طبعا استصغرناهم قوي. طبعا حلو قوي اللفظ ده، استصغرناهم قوي. احنا في اول ربع ساعه انت جايب جون، ومصطفى محمد راح انفراد وجايب كره في العارضه بتاعت تريزيجيه، فانت خلاص انت الماتش بقى بتاعك. فده طبعا انعكس على الباقي في الماتش. وهنا كده كلامك برضو عادي، هنا احنا دي غلطه مركبه من عدم قيام بالواجبات الدفاعيه لتريزيجيه. تريزيجيه مش في الكادر. يعني بص تريزيجيه مش هو ما رجعش خلاص. فاضطر حمدي ان هو يرحل هنا، فساب مساحه اللي موجوده دي، بدل ما كان يقف جنب مني، او بدل ما كان يخش كمان المنطقه مع اللعيب اللي داخل ده، لا خلاص هو راح لمحمد حمدي، وهنا بقى اللعيب فاضي. ومحمد عبد المنعم زي ما احنا شايفين كده، هو باص للكوره، نفس الكلام حجازي، فالكره اترفعت وحطها بدماغه، الهدف الاول. واللي بيلعب العرضيه ده ممكن يلعبها على البعيد على فكره، وكانت برده هتيجي. صحيح. يعني في اربع لعبات من دي ممكن تيجي جون، انها تترد وتنزل على ال 18، انني مش ماسك المان بتاعه اللي هو النمر 10 اللي واقف على القوس. في 100,000 لقطه ممكن تيجي منها. طب قبل ما نروح للحاله اللي بعد كده، اعتقد ان الشكل ده من الاخطاء ما يبقاش موجود في ماتش غانا. طبعا، لان هو ناتج عن عدم تركيز مش عن عدم كفاءه فنيه. مظبوط. انت لما هتلعب في منتخب كبير، اللعيبه كلها تبقى مركزه. زي ما احنا عملنا قدام المغرب وكوت ديفوار، اللعيب المصري دايما حطه في موقف صعب او حطه قدام منتخب كبير هتلاقيه ضغوط. بالظبط كده. انما انا هلاعب بقى منتخب سهل او منتخب متوسط او منتخب، لا انا ايه، ممكن اكسل في كوره، ما ارجعش في كوره، دايما حط اللاعب المصري في موقف صعب هتلاقيه بيطلع البدع. يعني نروح للحاله اللي بعد كده. الحاله اللي بعدها، طيب احنا بنتكلم على الهدف الثاني. الكره بدات من عند حجازي، عمل لونج باص لمصطفى محمد اللي هيريحها هنا لمحمد صلاح. ايوه تمام. محمد صلاح كان رايح للكره، بس الكره اتقطعت. هنا نبص بقى على المساحه اللي موجوده. انا نفسي تسيبها لي دي. اتفضل. طبعا بجد، لان الجون ده يعصب. بص معايا كده، شوف تريزيجيه فين. أيوه. تمام، هي هجمه لينا. تمام. طيب خط النص فاضي ليه؟ علشان خاطر تريزيجيه مش قافل مكانه كويس، والباك الشمال متقدم قوي. طالما الباك الشمال متقدم قوي كده، لازم الهاف ديفندر الثاني بيسد وراه، اللي هو محمد النني. فمحمد النني كده بقى زي كده بتاعت كروس ومارسيلو، لما كان مارسيلو يتقدم، توني كروس كان هو اللي بيمين ناحيته الباك الشمال. هنا هتلاقي النني هيظهر في الكادر بعد كادرين ثلاثه، اللي هو جاي وبيقول يا جماعه هو في ايه، وانا قدام الناس دي كلها لوحدي. زائد اتفرج بقى، ماشي معايا كده كادر كادر اهو. ده منعم. منعم جاي بيبوش. طيب انت بتبوش على حاجه زي كده وانت مش واخد بالك اصلا ان هي من باصه واحده ممكن يبصيها للي جنبه ده اصلا اللي على شماله. شكرا، انت طلعت بره الجيم، لان انت جاي بتجري. تمام، انت هنا كان ممكن تعمل فاول تكتيكي وتاخد انذار ونمشي الدنيا، مش مشكله، احنا لسه لابسين جون. تمام، ماشي معايا كمان. اي دي اللي مش مفهومه. هو مد رجله وراح لممها تاني. هل خاف مثلا يعمل فاول فياخد طرد؟ ما اعرفش، هي ما تجيش منها طرد. الكادر مش كذاب يعني، بس اهو مد رجلك هتاخدها. طيب بص النني ظهر فين؟ النني اهو كان بيغطي لحد ما حمدي رجع. طيب النني هنا اصلا المفروض يكون هو على الدايره علشان خاطر يسد هنا. طيب حمدي متقدم قوي، محمد حمدي متقدم قوي، فطالما هو متقدم قوي كده، انت غصب عنك خط نصك اتعرى. طيب دي ممكن نحلها ازاي؟ هو لازم مسمار في خط النص، يبقى واحد على يمينه وواحد على شماله، لما تيجي تهاجم واحد منهم بيطير والتاني بيسد جنبه، يقفل ورا الوينج اصلا عشان تمنع حاجه زي كده. انما انت برضو مع الخضه بتاعت انا جه فيا جون، والشوط الاول احنا مضيعين كتير، مع ان انت متوقع السلخ والجلد بعد الماتش 1,000,000%، مع ان الرطوبه عاليه، وزي ما شفنا الجزائر طلع ليها في الرطوبه، تونس طلع ليها في الرطوبه، كلهم زعلوا جامد، غانا طلع ليها في الرطوبه، مش عارف الموضوع ده. بس الفكره كلها انت همت قوي بعد ما حرقت نفسك بدنيا الشوط الاول، جيت الشوط الثاني مفيش. ايوه، فحتى مش قادر تجري، كل هجمه لينا تتقطع مننا الكوره، خط النص فاضي شوارع. ليه؟ علشان النني طبعا لازم ينزل يسد. طبعا انت خرجت النني ورحت منزل مكانه
اظن كنت نزلت مكانه امام. نزل امام ونزل امام فبالتالي ما بقاش فيه اوبشن دفاعي خالص. بس امام نزل في الدفاع في الاخر خالص. نزل اول تغييرين كانوا مركز مركز، كان عمر كمال مكان محمد هاني وكان مرموش مكان تريزيجيه. ومرموش ما يلعبش وينج نهائيا. مرموش مهاجم تاني وخلي صلاح وينج. هي دي، لان مرموش مكسر الدنيا مع فرانكفورت عشان خاطر هو مهاجم، مهاجم تاني. بيجي دايما بيتسند على المهاجم الجتة اللي هو مصطفى، بيتسند عليه ودايما يخش. هو دايما الثنائيه دي بتبقى كده، لو طاروا لوكاكو او لو طاروا وتجيكو لاعب ضخم جدا ارمي له الكره العاليه عشان يجي التاني الصغير يقوم جاي واخدها ويروح بيها. نفس الكلام هالاند والفاريز. فاعملها سهله. بس هي بقى ايه حته ان انت تختار لعيبه ممكن تكون بدنيا مش جاهزه مع استهتار وتعب. ده جون تعب. انا شايف ان الشوط التاني ده كان تعب. الحاله اللي بعد كده، طيب احنا نتكلم ان الحاله دي كانت قبل من كان ماتش 1-0 تقريبا. أيوه. هنا بص الكثافه جوه المنطقه، بنتكلم على مصطفى وتريزيجيه. الطبيعي كان بقى فوست كام واحد شايف الاطوال بالظبط. انا طول الماتشات على فكره احنا تقريبا طول الماتش احنا وصلنا تقريبا ل 30 عرضيه تقريبا ما بين عمر كمال ومحمد هاني وزيزو. اعتقد انا فاكر 21 في اخر تقريبا ربع ساعه بالظبط. هي القصه بقى في ايه بقى؟ انا حمدي فتحي جاب كره في العارضه في الصوره اللي بعديها. بص بقى كان في كام واحد جوه المنطقه. ايوه عندك مرموش وصلاح ومصطفى وحمدي. في اربع لعيبه هنا. حمدي لمس الكوره جت في العارضه. أيوه. فانا لما احتجت ان انا دي اصلا تتبصل صلاح دي، يعني دي ما فيهاش يعني. بس اللي انا ايه، انا لما احتجت احط جون انا كان عندي كثافه جوه المنطقه. أيوه. وانا بقى لما ده في عرضيه يبقى انا لازم يكون في كثافه جوه المنطقه. ليه؟ لان هم اطوال. بس اكيد ممكن كره تخدع حد. يبقى لما عندي كثافه على الارض بالظبط العب له على الارض. ودي برده كانت نقطه غريبه ان الماتش ده ما كانش فيه فكره الدبل باس وحد يعمل كات باك لورا. أيوه. عشان ما فيش كثافه جوه المنطقه على الارض. العرضيه الوحيده اللي على الارض اللي هي قلشت من صلاح واللي حطها مصطفى. مزبوط. ما عملناش منها تاني خالص. يعني دي اهي دي باينه خلاص. وانت المفروض عندك افضليه في الحته دي في المهاره وفي الشغل الضيق عنهم. بالظبط بالظبط. طيب. اخر في اخر حاجه معانا بقى يلا ليها علاقه بتمركز صلاح. حلو. دي النقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها انت ويحيى في الاول، ان تمركز صلاح في الماتش مركز خاطئ. مركز سيء جدا لصلاح. هنا صلاح، هنا صلاح لما يستلم انت منتظر منه يعمل ايه؟ يعني هل انت منتظر منه ياخد الكره من هنا ويروح بس يجون؟ واحد حد ممكن يرد عليك هنا عادي. انت ويحيى يقول لك ايه، ما هو لعب التوظيف ده مع يورجن كلوب في ليفربول في بعض الاوقات. لا ما كانش بيبقى كويس خالص. خالص. وكان بيبقى ساعتها قدامه فيرمينو، ففيرمينو هو اللي كان بينزل يبقى هو نمره 10 وصلاح كان بيروح. فيرمينو كان بينزل عشان يسحب المان وصلاح كان بيروح زي بلينجهام كده مع ريال مدريد. فهو اقرب لراس حربه. بالظبط. مش منه راس حربه مستخبي. ايوه. اللي هو ايه ده يا جماعه تعالوا امسكوه فيرمينو اهو هوب يقوم جاي معدي خالص. والكلام ده برده لو انا يعني كنت ممكن اتقبله لو مثلا مصطفى كان بينزل وصلاح كان بيكمل في ظهره بحيث ان انا واحد بينزل والتاني بيلعب في ظهره. لكن هو طول يعني الحالتين اللي بعد كده هو مصطفى هو اللي معلق وصلاح هو اللي ينزل في اماكن بدري قوي في الملعب تحس ان هو لعيب ثالث نص ملعب. انا في بعض الفترات والناس ممكن تجي الماتش تاني وتتفرج عليه هيلاقوا ان صلاح كان بيلعب ثالث ناحيه اليمين. يعني بيلعب مكان زيزو. لا ده مش مكان صلاح. وبعدين نستغرب هو يا جماعه صلاح اللي هو احسن يعني من احسن اللعيبه في العالم ليه ما كانش مكسر الدنيا؟ ما انا مش حاطه في مركزه. انا لا مؤاخذه عادي انا بس عايز استاذنك نرجع للكادر اللي فات. اتفضل. بص هنا نفترض جدلا انني باصه غلط. شوف الفريق انت، شوف انت فريقك فاتح الملعب قدام ازاي. صح. لو الكرة اتبصت غلط للواد اللي هو ابو شعر اصفر البرتغالي اللي متجنس ده. ده لو خد الكوره كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. جون مليون في المية. ده اللي حصل في الجون التاني. ده اللي حصل في الجون التاني. بس هنا دي من بدري شويه. انما هنا مفيش خالص، مفيش عمق خالص. حتى انا مش شايف مين التاني اللي جنب صلاح. اللي جنب لا اللي جنب النني. لا انت حتى مش شايف مين اللي ممكن يبقى ليه زاويه تمرير واقف مع جنب صلاح. مفيش زاويه. لا صلاح حتى ملوش زاويه تمرير. انت بتبص له والواد اللي هاف ديفندر بيلعب عليه مان تو مان. فهو مين هتديها لمين؟ هتديها فوق على الشمال. وعلى فكره حمدي فتحي في الماتش هو انا بصراحه هو ما كانش بيلعب سته، وما كانش يعني هو بيلعب دايما في شمال الدايره. يعني هو الراجل تحس ان هو بيلعب ب 4 3 3 بس صلاح هو اللي على اليمين. يعني دايما هتلاقي ان حمدي فتحي متطرف هناك وبياخد اماكن ولما تريزيجيه بينزل في العمق هو بيروح على الطرف. فهو بصراحه انا شايف ان فيتوريا اخطا في اداره الماتش ده. والماتش ده لو احنا بنفس اللعيبه كان زيزو جه مكان صلاح وصلاح بقى عنده حريه، بس صلاح دايما يجي من على الطرف يروح بوشه للجون ويبقى عنده مساحه يشتغل فيها ويخش ويشوط ويرفع. وعلى فكره هيفضل هو برده نفس اللعيب اللي بيرفع عينه ويعمل الكي باس والكلام ده كله. نفس اللي مع ليفربول بالظبط. نفس اللي بالظبط. هو لاعب الفرقه وهو عمل كده مع فيتوريا قبل كده. يعني هو في ماتشات كتير بنفس التركيبه دي في وجود زيزو. وناس حتى قالت لك ده برافو ان هو استغل زيزو في الحته دي ان اللعيب عنده ورك ريت عالي وبيجري وبيرفع وبيرجع يساند. فانا بالعكس انا هنا عندي حمدي وزيزو اثنين لعيبه بيدافعوا كويس، وفي نفس الوقت عندي زيزو لعيب بياخد الكوره وبيتقدم بيها وممكن يعمل لي عرضيه ممكن يعمل دبل باص. عندي حمدي لعيب بيكمل جوه المنطقه وبيلعب بدماغه وبيضغط من قدام. فهو ده يا جماعه اللي احنا متعودين عليه من فيتوريا. ليه اجي انا في اول ماتش في البطوله اعمل حاجه زي كده؟ بصراحه انا ما مش قادر افهم. يحيى توقعاتك ايه الماتش غانا وايه اللي انت شايفه ممكن فيتوريا يعمله؟ يعني على مستوى التشكيله
الاسماء اللي انت شايف انه يبتدي بيها او على مستوى حتى التكتيك؟ انا متخيل ان خط الدفاع هيبقى زي ما هو ممكن، بس هيلعب فتوح باك شمال عشان دفاعيا واقف على رجله اكتر من حمدي. طيب خط النص هتلعب بثلاثه عادي جدا وتخلي صلاح في اليمين زي ما هو. الثلاثه مين بقى؟ الثلاثه مروان لازم يبقى هاف ديفندر، ويمين وشمال خلي زيزو يمين، ولو انت عايز تدافع اكتر الماتش ده وعايز مثلا حد يعرف ينقل لك الكره اسرع هتحط امام عاشور اليمين، وشمال هيكون حمدي. هما هي يعني انت بتشوف مروان وامام وحمدي او زيزو وحمدي. زيزو وحمدي تمام. بس انا شايف ان النني فعليا، انا حاسس ان النني هو طبعا اتظلم في الماتش ده رقم واحد، ثانيا ما بيلعبش بقاله مده طويله جدا. ففي حته سخونه الماتشات دي اللي احنا بنفضل نهزر عليها حساسيه المباريات والكلام ده، بس هو فعلا في حاجه اسمها حساسيه المباريات. هو بقاله كتير قوي ما لعبش، ويوم ما بيلعب بيبقى دقايق معدوده جدا في اخر الماتش، واوقات ينزل والماتش يخلص على طول. ده مش تقليلا من النني، بس هو في حد اجهز في المكان ده. لكن خط الهجوم زي ما هو. وكمان برضو في لقطه حصلت في الماتش اللي فات ده على طول، انت بتخرج زيزو اكتر واحد بيعرف يرفع في الفرقه واكتر واحد رجله حلوه على الجون اصلا، وتنزل مكانه كوكا. طيب ماشي، بقى عندنا اتنين طوال جوه ال 18 نعرف نعمل لهم عرضيات من مين؟ من الاثنين الباكات اللي ثلاث باكات بقى اللي لعبوا على مدار الماتش اللي ضيعوا 32 عرضيه، ولا عرضيه وصلت صح. واللي وصلت صح كانت وصلت لصلاح وقلشت منه اصلا. ايوه، فهي دي الفكره. طالما انت عايز تزود كثافه قدام يبقى لازم يكون اكتر واحد بيعرف يلعب عرضيات وكور ثابته عندك موجود في الملعب اللي هو زيزو. فانا شايف ان زيزو كخط نص ناحيه اليمين كويس جدا، وفي نفس الوقت هتقدر ان انت تعمل بيه التويستايه بتاعت ان هو الشيفتنج بتاع ان لو صلاح دخل جوه هو يمسك الخط عشان يلعب العرضيه، عشان يبقى عندك جوه ال 18 مصطفى محمد، عشان لما الكره ترد للكره الثانيه تبقى لمحمد صلاح وهكذا. عادي تحذر فيتوريا من ايه في ماتش غانا؟ طيب هو بس في نقطه قبل ما اخش في الحته دي، نص الملعب بتاعنا احنا في 2021 مع كيروش كنا دايما بنشتكي ان مفيش لعيب رقم 8، لعيب يعني بصير او لعيب عنده حل، هو كان السوليه بس، حتى الراجل ساعتها كان بيلعب ايمن اشرف 8. في الوقت الحالي لا، انت عندك حلول. لو جينا بصينا على لعيبه نص الملعب حاليا الموجوده في المنتخب، فهم بينقسموا لكذا حاجه. في لعيب الكره في رجله وعنده بيها حل زي امام عاشور. زيزو دلوقتي يعتبر برضه نفس القصه، لان زيزو لعيب بيحط كره تحت رجله وبيقطع بيها مسافات، فانا هنا عندي لعيب بياخد الكره وبيمشي بيها. عندي لعيبه تانية من غير الكره زي حمدي فتحي، لعيب بيقدر يضغط يستخلص الكره او من غير الكره يكمل ويلعب بدماغه. لكن ميزه حمدي هنا والكره مش معاه، طب ميزه امام وزيزو والكره معاهم، فانا محتاج اعمل ميكس من الاثنين. ما ينفعش ان انا اقعد حد واسيب حد. فانا محتاج في الماتش يبقى زيزو وحمدي او امام وحمدي، عشان يبقى عندي لاعب بيقدر يضغط من قدامه ويستخلص الكره او يكمل الكره مش معاه، وعندي لعيب يقدر في وسط ما انا بلاعب بقى كواليتي عالي ولعيبه على مستوى عالي يقدر انه ياخد الكره ويمسك كره في نص الملعب، يهدى يرفع عينه يشوف يقدر يرقص ويعدي يقطع لي بالكره مساحه كويسه. فانا محتاج ده في نص الملعب جدا. فزيزو وجوده في الحته دي او امام مهم، لان احنا 4 3 3 بتعتمد على فكره كواليتي اللعيب الموجود في نص الملعب. صحيح. بحذر فيتوريا من ايه؟ ان هو يعمل نفس اللي عمله ده. اوعى تعمل كده، شوف انت عملت ايه بالظبط، اعمل عكس. يعني صلاح لازم يرجع يلعب على الطرف وياخد حريه. وعلى فكره طول ما زيزو مأمنه او اللعيب اللي على الدايره ناحيه اليمين مأمنه صلاح، خلاص انت بقى بتسيب صلاح هنا بقى للابداع اللي قدام. واحنا بنتكلم على الناس كلها، ويحيى قال القصه دي، موضوع الرطوبه والحر. احنا شفنا الجزائر وتونس كله الشوط الثاني كله بيقع، كله بيشحر الشوط الثاني بالظبط. فانت محتاج برضو تقسم المجهود. حتته بقى بتاعت الهندسه الميكانيكا لا بجد الرطوبه بتموت فعلا، مش قادر تاخد نفسك. فانت محتاج تقسم الماتش، ولما تدافع لازم تقف صح. صح، لان انت فكره ان انت بقى تبقى مستهلك وبعد كده تيجي فيك جون بسبب اخطاء، فهتحاول بقى انك تعوض، لا الواضح ان الموضوع هيبقى صعب. فانا بحذر فيتوريا ان هو الراجل يعمل اللي هو عمله ده، بلاش يرجع اللي هو كان بيعمله قبل كده. يعني في ماتشات الوديه والماتشات اللي هو كان شغال فيها بشكل كويس مع المنتخب قبل البطوله، الراجل كان ماشي والناس كلها كانت بتتكلم على مدى الاداء اللي احنا شايفينه في الملعب والجمل اللي موجوده. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يكون يعني كان بيجرب حاجه وما ظبطتش معاه، ويرجع تاني ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي بثلاثيه الموجود فيها مروان وزي ما قال كده يحيى زيزو او امام وحمدي وصلاح طبعا وتريزيجيه ومصطفى. انا ازعم يعني. لما اخذ بقى بدون قطع كلام، انا ازعم البطوله دي بتاعتنا. انا والله حاسسها. خلاص هاخدها منك يا يحيى. اخدها منك. وبعدين هنتقابل كتير الفتره اللي جايه. انا شايف اخدها منك. البطوله دي ان شاء الله بتاعتنا. يحيى ربنا يخليك. اتفضل. لا اتفضل كمل. بقول لك احنا بقالنا كتير قوي ما عندناش الجوده دي. ما عندناش كل الخيارات دي في كل مركز ان احنا نقدر نلعب بالتشكيل اللي احنا عايزينه وبالخطه اللي احنا عايزينها، نلعب باثنين هاف ديفندرات ولا نلعب بثلاثه، نلعب باثنين مهاجمين واحد طويل وواحد قصير، ولا الاثنين طوال ونلعب عرضيات. ما كانش عندنا ده. دلوقتي عندنا. فلا دي بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله لو ما حصلش صعب ده هيزعل وهجيب ناس تزعل.
لك انا ما قلتش حاجه، بقول لك الوسط ما قالش حاجه، انا اللي بقول بقى خلاص. نورتوني والله العظيم جدا يا عيد انت ويحيى، بجد اتشرفت بيكم وانبسطت جدا بكلامي معاكم، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي نتقابل كتير ان شاء الله ونتكلم شاء الله. كتير وان شاء الله مع بعض لغايه لما منتخب مصر ياخد البطوله ان شاء الله.